على مؤسسات الخليج أن لا تنسى هاشم أبو ماريا، ويجب على الجميع أن لا ينسى هاشم أبو ماريا للدور الكبير الذي قام به هاشم أبو ماريا. نحن لا نريد أن نبالغ، ولكن هذه حقائق يجب على الجميع أن يدركها، ويجب على الجميع أن يقدر الدور الكبير الذي قام به هاشم أبو ماريا. وحفل التأبين هذا أقل شيء ممكن أنه قدمه لهاشم أبو ماريا على جهوده وعلى انتمائه وعلى حبه للوطن وعلى انتمائه للعمل وانتمائه لكل ما هو فلسطين. الوطنية والإسلامية احتفال ليس له على الأرض وتحدى الجريمة وتلك الإبادة. عن النساء والشيوخ أقرأ أفكارهم تعميم الرجاء والأمل لمن لم يموتوا بعد. شعبنا المناضل هذا هاشم كان أسس ثقافة التطوع وثقافة المقاومة، ثقافة العطاء، ثقافة النضال من أجل حقوق الإنسان وحقوق المواطن وحقوق الأطفال. صحيح نفتقده نحن كمؤسسات، نفتقده في مجال العمل، ونحن بحاجة إلى أمثاله. وفلسطين ستلد 1000 هاشم، وسوف نبقى نقاوم هذا الاحتلال.